مسرح ام امه على المسرح ما له مصلحه، عشان هيك انا حضر سنجل. وكلب ابني 600 كلب ما عنديش. اعتذارك غير مقبول. نقابة المهن الموسيقية تعلن منع المغنية اللبنانية سارة زكريا من الغناء في مصر. رغم اعتذارها، أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر منع المغنية اللبنانية سارة زكريا من تقديم أي حفلات في مصر مستقبلا، على خلفية تلفظها بكلمات خادشة للحياء. وجاء الإعلان عبر نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل على صفحته على فيسبوك، مرفقا بفيديو من داخل جلسة التحقيق مع سارة زكريا. رغم إعلانها الاعتذار عما بدر منها خلال حفلة أقيمت في الساحل الشمالي مؤخرا، وأثار سارة جدلا كبيرا عبر تساؤلها بسخرية من على المسرح إذا كان الجمهور قد تناول برشام المخدرات، فضلا عما وجهت إيحاءات غير لائقة خلال أغنيتها تيجي نتجوز السر. وردا على سؤال خلال جلسة التحقيق في النقابة، قالت سارة انه انا غلط، انت اسأت يا الجمهور المصري والجمهور العربي واسأت نقابة المهن الموسيقية. انا ما اسأت ونفسي، وانا بحترم الشعب ان كان مصري ولا لبناني ولا سوري ولا مين ما كان ولا اجنبي، لانه المطرب بيحترم حاله هاي بالدرجة الاولى، وبيحترم نقابة الفنانين اللي اعطته التصريح. فاذا هذا الشيء خرج مني بدون انتباه او لا وعي يوصل لهي المرحله، انا بعتذر وان شاء الله ما بقى بتلفظ بهول الاشياء. لكن مصطفى كامل ارفق الفيديو بتعليق قال فيه: بناء على ما ورد في الفيديوهات من افعال واقوال خرجت عن الاداب العامه والاعراف والتقاليد، وانحرفت انحرافا اخلاقيا لا علاقه له بالفنون، قررنا عدم الاكتراث باي مبررات. ورغم تقديمها الاعتذار الرسمي وبعد أخذ رأي الشؤون القانونية ولجنة التحقيقات، قررنا نحن النقيب العام للمهن الموسيقية منع سارة زكريا من الغناء داخل مصر. في انتظار رأيكم في التعليقات، رأيكم يهمنا. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسس ثقافة ومعلومة. تابعونا.